بصعدو كان فيها الحس بصح شوية، لو كانت بصعدو كانت بعد تخرج برا ما تسمعوه، ولا تروح عند هذا ولا عند هذا ما تسمعوه. هذا هذا من هنا عندكم جار لهنا هنا هي تفاز تدير وتخرجوا تخيطك شو والله تخيط تجي الأواد من تحت ولا بيزدي صوال صوت ديالها هذه ألمانيا في الروح انا اللي فيها واحد العفسه بالكيلووات تخدم 3.1 مواصلة للجهود المبذولة من قبل المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنمدية وفي إطار تطبيق وتنفيذ تعليمات قيادة الدرك الوطني القاضية بمحاربة مختلف أشكال الغش التجاري وممارسات التجارية الغير قانونية، تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالبرواقية وبناء على معلومات واردة مفادها اكتشاف ورشتين سريتين لصناعة وتقليد أفرشة لعلامات تجارية أجنبية ومحلية ومحلية مسجلة مغشوشة موجهة للمستهلك على أنها أفرشة طبية وكذا أجنبية بدون الحصول على أي اعتماد من السلطات الإدارية المختصة. من خلال التحقيق المفتوح وتوسيع العمل خارج الاختصاص الإقليمي بكل من ولايتي الجلفة والجزائر العاصمة، تم التوصل أيضا إلى ورشات أخرى تنشط بطريقة غير قانونية مختصة في طباعة هذه العلامات التجارية، كما تم أيضا حجز عدة مطبوعات لعلامات تجارية أخرى تخص منتوجات غذائية وصناعية وطبية وتجارية ومن مصادر أجنبية. التحقيق لا يزال متواصل من أجل تحديد مصدر طلب طباعة هذه العلامات والتوصل لباقي الورشات التي تنشط بطريقة غير نزيهة لحماية المستهلك الجزائري بطريقة بكافة الطرق القانونية اللازمة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم جميع أطراف القضية أمام الجهات القضائية المختصة. مجمع دزيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. دزيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.